انا اسمي عيال الوطة الشرقية. نحن بيتنا كتير يعني ضربت الطيارة ومقصوف، وعايشين 11 نفر بغرفة واحدة، وما كل يوم نجيب ربطة الخبز، وكمان ما كل الأوقات بنقدر بنجيبها، وكمان بس عنا بسكوت كتير غالي وما حدا عم يقدر يشتري، كل الأطفال محرومة منه. لا يعني الأطفال اللي برا هن ما محرومين منه، بس نحن محرومين على كل حال. وكمان عم نداوم بالمدارس كتير، صف خامس وهلأ برا أخذوا الامتحان النصفي وبلشوا بالعطلة، ونحن لهلأ لسه ما خلصنا الفصل الأول. ليش؟ لأنه عنا المدارس عم تعطل كتير، وعنا قصف كتير، وعم نخاف كتير، وعالم عم تهرب وعالم عم تروح، وخليها لله. وكل شيء عنا غالي، وحتى كمان كيلو السكر عنا غالي كتير. هلأ اليوم صار ب3500، كان ب2500، كتير غلو، وعملوا لنا إشاعات كبيرة إنه ما بدهم يفوتوا لنا أكل. شو بنعمل إحنا؟ أنا ساكتة مع جدي وستي وإخوالي ثلاثة، هنا نسوان، وفي بلاد إخوالي اثنين. أبي ميت وأمي متجوزة وبالشام. بالشام؟ لا أنا ما رحت لهنيك لأنه ما بقدر أترككم، كنت عايشة عند تيتا وجدة. شكرا.